من الجبهات أو المنازل التي تسقط عليها قذائف الموت الميليشياوية يسابقون زمان في محاولة لإسعاف الجرحى بجهود فردية وإمكانيات شحيحة يواجهون بها جراحهم بمعزل عن الشرعية أو التحالف. قضية الجرحى أعقد القضايا وأشدها واقعاً في ضمير المواطن والمقاومة على حد سواء، لكنها قضية تفقد جدواها في أروقة الشرعية واهتماماتها. فعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي أطلقتها الحكومتان المتعاقبتان في فترة الحرب، لا يزال آلاف الجرحى يعانون الإهمال وتقاعس الشرعية والتحالف عن واجبهما تجاه الخطوط الأولى في مواجهة الانقلاب وضحايا الميليشيا من المدنيين. ورغم الوعود الكثيرة بإيلاء ملف الجرحى الاهتمام البالغ والمستحق، تحضر بالمقابل مبررات الإخفاق التي تقف على رأسها عدم وجود ميزانية لعلاج الجرحى، فيما تتحثر جراحهم ويصاب بعضهم بإعاقات دائمة وآخرون يقضون نحبهم متأثرين بجراحهم نتيجة الإهمال والتجاهل، وآخرون يلجؤون لفاعلي الخير في البحث عن من يمنحهم ثمن العلاج والحياة. تغيب أصوات النداء وصرخاتهم الموجوعة وهم يواجهون أقدارهم بحيل قليلة ولا شيء غير الوعود بمتابعة ملفهم. جرحى مقهورون تحملوا عبء المقاومة والدفاع عن وطن جريح تزهر جراحه نصرا وتتلاشى أجسادهم التي أثخنتها الحرب بالجراح وأرواحهم التي أدمتها الحكومة الشرعية بالخذلان. لا يحلم الثوار بأكثر من استعادة وطنهم، كما لا يحلم الجرحى بأكثر من وطن حر وجراح متعافية.